انخفاض الدينار الليبي أمام السوق أمام سلة العملات الرئيسية في السوق المازية وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات حيث شهد الدينار الليبي انخفاض أمام سلة العملات الرئيسة في هذا اليوم وبدء بسعر الدولار والذي ارتفع إلى 5.500 دنانير مقابل الدولار الواحد في حين ارتفع اليورو إلى 6.300 دنانير أما الجنيه الاسترليني فقد بلغ قيمته 6.930 درهم والدينار التونسي تجاوز أو بلغ قيمته حاجز الدينارين مقابل الدينار التونسي الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة بدورها شهدت أيضا ارتفاع في معظم الأصناف أو أصناف المعادن بدأت بأذهب عيار 24 والذي بلغ قيمته 210 دنانير للجرام الواحد أما عيار 21 فقد ارتفع إلى 198 دينار وعيار 18 بلغ قيمته 157 دينار في حين ارتفعت الفضة إلى الدينار و950 درهم للجرام الواحد. ننتقل إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام نلاحظ أن لم يطر عليها أي تغير ملحوظ وبداية بسعر كيلو الكسكس الذي يستقر عند 3.250 دنانير المكرونة تستقر عند دينار و750 درهم لنصف الكيلو في حين تستقر أو يستقر كيلو الأرز عند 4.500 دنانير وزيت الذرة يحافظ على استقراره أيضا عند 5.500 دنانير للتر الواحد. ننتقل إلى أسعار اللحوم ونلاحظ هنا أن قد ارتفعت بشكل ملحوظ في معظم الأصناف بدءا بكيلو الخروف والذي بلغ قيمته 34 دينار أما لحم البقر فقد ارتفع إلى 26 دينار للكيلو ولحم الدجاج بلغ قيمته 30 دينار وعفوا لحم الإبل بلغ قيمته 30 دينار في حين ارتفع لحم الدجاج إلى 14 دينار و500 درهم للكيلو الواحد وهذا يعتبر ارتفاع جدا ملحوظ مقارنة بسعر إغلاقها السابق بمعدل الدينار والنصف للكيلو. ننتقل إلى أسعار الخضروات ونلاحظ هنا استقرار في معظم الأصناف بسلعتي أو كيلوي البصل والبطاطا حيث يستقران عند الدينار و500 درهم لكل منهما وكيلو الطماطم يستقر عند الدينارين و500 درهم وكيلو الخيار ارتفع إلى 4.500 دنانير للكيلو الواحد. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات. إليك سميرة وباقي الزملاء.